بنزل من البيت في الشارع الناس ينادوني يقولوا لي ازيك يا مشهوره. انا اكتر حاجه بتضايقني ان ماما وبابا مش عايشين مع بعض. انا اسمي روضه رضا، عندي 11 سنه، من قريه النعمه من منيا الامن، وبصور نفسي، بحب التصوير جدا وبقالي سنتين بصور نفسي. انا اخترت التصوير عشان لقيت نفسي فيه وحباه، وبدات اتصور عشان هي الحاجه اللي انا بحبها هي دي. انا الموضوع ابتدى معايا لما صورت نفسي صوره ونشرتها وجابت متابعين كتير، فشكلي فيها كان حلو فعجبتني فرحت بنشرها فجابت متابعين كتير يعني، فانا بدات ان انا اتصور والناس عاملين لي لايكات حلوه. انا بطور نفسي ان انا بشوف فيديوهات على الفيس وبشوف فيديوهات وكده، وانا بنزل اطبق في الخضروات والحاجات وبتصور فيها وبكون شكلي في الزرع ده حلو كتير.